السلام عليكم. احنا دلوقتي مع الجزء الثاني من ال 2D NMR. احنا مراجعة بسيطة كده، ايه اللي خدناه في البارت 1؟ خدنا ال HSQC، وده قلنا ان هو بيديني كورليشن بين الهيدروجين والكربون واللي بينهم 1 بوند، وبالتالي هو الهيدروجين مع الكربون اللي على نفس اللي عليه نفس البروتون، يعني بالتالي الهيدروجين مع الكربون ذات نفسه بتاعه نفس القصة، فبالتالي أنا هيجي لي كورليشن من الهيدروجين دي والكربون دي والهيدروجين دي والكربون دي. فباستخدام ال HSQC أقدر أعرف كل بروتون مرتبط بأنهي كربون. وما ننساش قلنا في ال HSQC مش هتظهر لي الكربونز اللي إيه الكواترنري اللي معلهاش بروتون، ولا هيظهر لي البروتون اللي على هيترو أتوم إنه عامل أي كورليشن، لأن هو ال HSQC بين هيدروجين وكربون وان بوند بس اللي بينهم. تاني نوع من ال 2D NMR خدنا الكوزي، وده بيعمل لي كورليشن بين هيدروجين وهيدروجين، المسافة بينهم يا إما 2 بونز أو 3 بونز، وبالتالي لما تحسب المسافة بين الهيدروجين دي والهيدروجين دي هتلاقي إيه؟ 1 2 3، يبقى هيجيب لي كورليشن بين الهيدروجين والهيدروجين اللي جنب على الكربون اللي جنب، نفس القصة هيبقى في كورليشن بين الهيدروجين دي والهيدروجين دي. لكن طبعا مش هيجيب كورليشن بين الهيدروجين دي ودي، ليه؟ المسافة أكتر من 3 بوند. طب يا دكتور انت قلت ممكن يجيب اقل من الثلاثة بوند، 2 بوند. يعني لو في هيدروجين هنا ممكن يعمل كورليشن بينه وبين ده في حالة واحدة بس، ان الهيدروجين ده يبقى دايستيريو توبيك، وده موضوع ادفانس شوية، بس في الغالب هو بيجيب لي الكورليشن الكروس بيك بتاعته بتبقى هيدروجين بينه وبين التاني 3 بوند. طيب ايه اللي هناخده النهارده؟ اللي هناخده النهارده هو اكمال التكنيكس، تالت تكنيك اللي هو ال HMBC. وال HMBC بيختلف عن ال HSQC، بيجيب لي الكورليشن بين الهيدروجين كربون بس اللي ايه مش بتاعته، واللي على مسافه 2 بوند زي كده، يعني بين الهيدروجين دي والكربون، او 3 بوند، لكن مش هيجيب لي الكورليشن دي. تمام؟ فبالتالي الكورليشن بين الهيدروجين كربون اللي جنبه، سواء بقى مثلا لو 2 كربون كله عليها هيدروجين هنا زي كده مثلا، والهيدروجين ده غير ده الكربون ده غير ده، يبقى هيجيب لي كورليشن بين الهيدروجين دي مع الكربون الهيدروجين دي، وبالتالي هو بيساعدني في ان انا اشبك الفراجمنتس. والدليل كمثال ان انا لو عندي مثلا هيدروجين على كربون هنا وهيدروجين على كربون هنا وبينهم هيترو اتوم، طب نقيس المسافه بين الهيدروجين دي والكربون دي هنلاقيها كام؟ 1 2 3. يبقى بالتالي ممكن الكربونه دي تحس بالهيدروجينه دي، او الهيدروجينه دي تحس بالكربونه دي، والعكس الهيدروجينه دي كذلك ممكن تحس بالكربونه دي. يبقى انا دلوقتي عندي ايفيدنس اقدر استخدمه من الاتش ام بي سي ياكد لي ان الهيدروجين دي كورليتد للكربونه دي. طب دي هتفرق معايا في ايه؟ ان انا اربط، مفيش حاجه ممكن تربط لي الفراجمنتس زي الايه، وخاصه لو بينهم هيترو اتومز او ديفرنت سبين سيستم زي ما بنقول، مفيش حاجه ممكن تربطهم اكتر من اتش ام بي سي، ودي هتحل لنا مشاكل كتير ما كانش ممكن تحلها ال 1 دي ولا التو تكنيكس الاتش اس كيو سي ولا الكوزي، لان الكوزي ما ينفعش يربط لو بينهم هيترات، الاتش اس كيو سي ما بيجيبش اكتر من 1 بوند، فبالتالي الاتش ام بي سي هو ده اللي هيربط لي المركب. ولو مثلا تخيلنا في 3 كربونات مختلفين وجنب عليهم 3 هيدروجينات مختلفين بالشكل ده، يبقى ممكن اجيب الاتش دي ممكن تحسب الكربونه دي ودي وهكذا، واللي في النص دي ممكن تحسب الاثنين كربونتين دول. اهو الاتش ام بي سي بيبقى مليان كروس بيكس، هو هيبقى زي ما هنشوف دلوقتي في السبيكترا، هو هيبقى تو اكسس، اكسس للبروتون واكسس للكربون، وبشوف الكروس بيكس، الكروس بيكس دي اللي بتقول لي مين حاسس بمين، الكورليشن بينهم ايه وهكذا. ندي مثال، وبالتالي قبل ما نقول الثلاثه سيستمز الثلاثه التكنيكس دول هم اللي هناخدهم في ال 2 دي، وهنبدا بالترتيب ده اتش اس كيو سي ثم كوزي وبعد كده اتش ام سي. اتش اس كيو سي هيديني كل بروتون مرتبط بينهم ايه كربون، الكوزي هيديني البروتونز اللي جنب بعض بس لو بينهم هيتيرو اتوم مش هعرف اجيبهم، يبقى يجيبها لي مين؟ الاتش ام سي. كذلك لو كواترنري كربون، يعني لو الكربونه دي كواترنري هتحس بالهيدروجين اللي جنبها، فده مش هيظهر في الاتش اس كيو سي لكن هيظهر في الاتش ام بي سي، وبالتالي حتى لو بينهم هيترو اتوم او كواترنري كربون هقدر اربط الفراجمنتس ببعض، وده هنشوفه طبعا لما نحل مساله ولا اتنين. نبدا الاول نشوف شكل السبيكترم بتاع الاتش ام بي سي. بص ادي مثال الاتش ام بي سي كرتون
ديزاين كارتونايزد كده للايه؟ للـ HMBC. ادي بيبقى البروتون على الاكس اكسس اهو زي ما انت شايف فوق، ادي في بروتون A وبروتون B، والواي اكسس بيبقى كربون. الارقام هنا اهو تبقى من هنا من اليمين للشمال، ومن نفس القصه من فوق لتحت. طيب يبقى انا لما رقم الكربون هيبقى 1 2، لما رقم البروتونز هتبقى A B، وبالتالي لما تظهر لي كروس بيك هنا اعرف انها دي كورليشن بين 1 و A. هنا ده اتش ام بي سي، يبقى مش معنى كده ان واحد على البروتون اي على الكربون واحد، لا لا لا، الكلام ده في الاتش اس كيو سي. اما في الاتش ام بي سي ده معناه ايه؟ معناه ان البروتون اي على بعد من الكربون واحد ب 2 بوند او 3 بوند. طيب نفس كروس بيك برضه لقيتها بين 1 وبي، انا كاتب تحتها الكورليشن بين 1 وبي، لقيت برضو كروس بيك، يبقى معنى كده ان بي بروتون بي على بعد مسافه 2 او 3 من الكربون 1. احيانا بيظهر شكل زي دوت، مثلا الاقي 2 كروس بيكس او بقايا كروس بيكس بعيده عن المكان بتاع مثلا المكان اللي هو بتاع البروتون والكربون، يعني البروتون كربون 2 وبروتون بي لو هيبقى بينهم كورليشن هتبقى المفروض في مكان اللي انا حاطط عليه دلوقتي الكيرسر، هيبقى المفروض هنا، لكن انا الاقي على الجنبين. ده بنسميها ارتيفاكتس. ايه ارتيفاكتس؟ يعني حاجه مش مظبوطه. جايه منين؟ جايه من بقايا الوان بوند. يعني هو الاتش ام بي سي بيتعمل بطريقه بحيث يشوف الكورليشن بين البروتونز والكربون بصفه عامه، تمام؟ سواء 1 بوند 2 بوند 3 بوند، بس يجي على 1 بوند ويعمل له ديكابلنج، يشيله ويفضل له بالتالي 2 بوند و 3 بوند عشان يسهل ايه استخدامه. فبالتالي بيفضل لي 2 بوند و 3 بوند، الا في بعض الاحيان بيظهر لي بقايا البيكس، فبنسميها ارتفاكس. وتعرفها ازاي؟ ان هتلاقيها حوالين المكان بتاع الكروس بيك، لو في كروس بيك هتبقى بين هنا وهنا. وغير كده هتلاقي ان 2 وبي دول هو اصلا عاملين كروس بيك في الاتش اس كيو سي، يبقى اذا على نفس الكربون، تمام؟ دي بس يعني مش هتواجهها كتير، بس ده اللي بيحصل. انت لما تيجي تعمل الاتش ام سي احيانا بتظهر بعض الارتيفاكتس، فما دام هي مش في المكان بتاع الكروس بيك يبقى ده مش تبعك. اي نقطه خارج الاماكن بتاع الكروس بيكس ما تنفعش استخدمها، تمام؟ ولكن اعرف عنها حاجه. طيب ده كان كرتون، ندخل في الريل لايف، المثل اللي احنا ايه قلناه المره اللي فاتت. لو تفتكروا نفكركم بيه بس قبل ما نبدا، ال HSQC بتاعه وال HMBC عشان نفكرك. ارجع كده ذهنك ل HSQC. ادي البروتونز A و B و C، وادي الكربون 1 و 2 و 3. معنى كده يبقى الاحمر دوت الكربونه رقم 1 عامله كروس بيك مع البروتون B، يبقى اذا 1 و B دول على نفس الايه؟ البروتون B على نفس الكربون، ادي ال HSQC، وهكذا باقي الحاجات. طيب الكوزي لما اخد كده افتكر انا عندي دياجونال كده، واروح واخد بالمسطره كده، الاقي ان في كروس بيك هنا اهو. كروس بيك بين مين ومين؟ بين البروتون A وبين مين؟ والبروتون B. يبقى البروتون A وB جنب بعض، تمام؟ لكن لما نبص بقى على اتش ام بي سي، الله، نبص نلاقي ايه؟ بص كده، يعني مثلا البروتونز A وB وC برضه بنرقم، والكربونز 1 و2 و3. هتلاقي ان البروتونز سي مثلا اللي هم السي اتش 3 اللي هم دول السي اتش 3، البروتونز دي لو من غير ما تبص للسبيكترم البروتونز دي المفروض تحس بمين؟ هلاقي تحس بالكربون ده، وفي حته زياده انها تحس بالكربون اللي هنا برضه. يبقى بتلاقي هتلاقي لها كام كروس بيك؟ 2، ادي واحده وادي الثانيه. الله، كربونتين حاسين بيهم، الكربونه دي والكربونه دي زي ما احنا قلنا. طيب نشوف البروتونز، نشوف الكربونه بتاعتها خضره، هي هي الكربونه دي تحس بين البروتون، تحس البروتون اللي هنا والبروتون اللي هنا، هتلاقي ادي الكربونه دي عامله 2 بيكس. نفس القصه لو انت مسكت ادي الكربونه دي، الكربونه دي من غير حتى ما تبص على السبيكترم، الكربونه المفروض هتحس بين ادي الهيدروجين ده، يبقى الكربونه دي اهي مالهاش الوان، كروس بيك اهي، تمام؟ طيب ناخد البروتون ده، البروتون ده عشان ده مهم جدا، البروتون ده بيحس بيه بقى يا ريس؟ بص كام بوند؟ ادي 1 2، الله، يحس بالكربونه دي ساعه كده. طيب 1 2 3، يحس بالكربونه دي
وبالتالي البروتون ده هيحس بالكربون اللي هي بتاعه الميثوكس الميثايل وبتاعه الميثايلين. بص كده هتلاقي اهو عنده ادي واحده اهي اللي هي الزرقاء، وادي الثانيه الكربونه الثانيه الخضراء، يبقى عنده 2 كروس بيكس وهكذا. يبقى بالتالي لو مسكت سواء من البروتون تشوف متصل بينه كربون، هتلاقي عدد الكروس بيك اهي، واحده هنا واحده هنا واحده هنا وهكذا. ده البروتونز. او مسكت من ناحيه الكربونز، الكربون بتحس بايه؟ ده بيربط لي. احنا النهارده بس بنقدم التكنيك، مش عايزين منك اكتر من انك تفهمه. هو علاقه بين هيدروجين وكربون، هو الهيدروجين والكربون مش على نفس الكربونه، يبقى المسافه بينهم 2 بونز او 3 بونز. لما نيجي نحل مساله تبدا تتضح ازاي استخدم كل تكنيك. تمام. طيب ما دام فهمنا الكونسبت بتاع كل تكنيك من الثلاثه، لازم نضيف حاجه رابعه اللي هي ازاي اطلع الداتا. نتيجه لان الداتا كتيره، ثلاثه سبيكترا مختلفين بالاضافه لل1 دي، يبقى لازم اسهل على نفسي استخدام الاكستراكشن اوف انفورميشن. ودي جزء كبير جدا من حل المساله، ان انت تعرف تطلع الانفورميشن. تمام. فبنسميه السبكتروسكوبي كورليشن تيبل، وده بيبسط جدا الحل. زي ما اتعلمنا اول خطوه بترقم البروتونز A B C D وهكذا، وبترقم الكربونز 1 2 3 على ال 1 دي. تمام. ونفس الارقام تروح ماشي على ايه؟ كل ال 2 دي سبكترا، ال اتش سي بي سي، الكوزي، ال اتش ام بي سي، نفس الارقام. بس بكيرفول، لو في كربونه ما ظهرتش في السي سي رقمها ما ظهرش، خلاص يبقى ما تكتبهوش عشان ما تعيدش ترقيم الحاجات. تمام. التيبل بيقول لي انا هبدا الترقيم من على الشمال اهو، بي بي سي دول بتوع البروتونز، وبالتالي هاخد من ال1 دي كل الداتا. يعني البروتون ايه عند كام، ده الدلتا بي بي، البي عند كام، سي عند كام، واروح كاتب الرقم. ليه؟ لان ده هيفيدني برضو الانتجريشن. البيك اي دي كان فيها كام بروتون؟ واحد او اثنين او ثلاثة. تمام. طب السبليتنج كانت دبلت تريبلت، لو قدرت اعرف كورتت وهكذا. طيب هنا بقى هبص على الكربون 13 والاتش سي كيو سي. كل البروتون اي ده في الاتش سي كيو سي مرتبط بمين؟ والله لو ما كانش مرتبط بكربون يبقى اذا على هيترو اتوم هكتب انه ايه؟ هروح اعمل شارطه كده. والله بي مرتبط بمين في الكربونز؟ مرتبط برقم 2، راح كاتب 2. سي مرتبط برقم 1، راح كاتب رقم 1. دي مرتبطه برقم 6، راح كاتب 6 وهكذا. انا بكتب رقم الكربونه. تمام. ونهايه تحت هنا بقى اقارن الاتش سي كيو سي، الله ده ظهر 2 و3 و4 بس واحد ما ظهرتش، يبقى واحد ايه؟ كوترنري كربون. الله ده الاتش اي وبي والسي مثلا ما ظهر لهاش كربونه، يعني عامل لها داش مثلا، ايه ما لهاش كربونه، يبقى اذا بروتون اي ده عباره عن بروتون على هيترو اتوم وهكذا. يبقى الاتش سي كيو سي هنا اهو الكولمن ده هيبين لي مين الكربونات اللي ما عملتش كورليشن مع بروتون، ومين البروتونز اللي ما لهاش كربون. فبالتالي اطلع بالبروتونز اللي على هيترو اتوم والبروتون اللي على ايه؟ والكربون اللي ملوش، اللي هو كوترنري كربون. نيجي في الكوزي، طيب بروتون A هو انا ماسكه اهو، عامل كورليشن مع مين؟ عامل مع B، اوكي اكتب B. مش عامل، خلاص مش عامل وهكذا. ال HMBC نفس القصه، البروتون A عامل كروس بيك مع 2 و3 و5 مثلا و6 وات ايفر، عدد ال HMBC ممكن تلاقي عدد اكبر، ولذلك مخلينه للاخر عشان مور كومبليكيت. تمام. لما احط الداتا صح هقدر اطلع بالايه؟ بالحل. ازاي؟ هقول والله بروتون A جنبه بروتون B، عرفت ازاي؟ من كوزي، عليه على كربونه ايه كذا، وبروتون B على كربونه كذا، يبقى دول المتربطين كده. طب ايه اللي ياكد لي اتش ام بي سي؟ طيب ايه اللي يربط المركب مع بعضه في الاخر؟ الاتش ام بي سي. تمام. احنا بنتدرب المرحله دي الاولانيه في انك تفهم الاول الكونسبت، ايه هي التكنيكس، عباره عن ايه، بتربط ايه مع بعض، ايه الكورليشن بينهم، بين البروتون والكربون او البروتون والبروتون، المسافه بينهم قد ايه، الكلام ده. المرحله الثانيه بعد ما تفهم الكونسبتس، ازاي اطلع امسك السبيكترم واطلع منه الانفورميشن، ودي اهم مرحله، وازاي ارتبها، ترتيبها ان انت تحطها في التيبل. وبالتالي بالنسبه لك تقدر تطلع بايه؟ بالداتا. حتى تقدر مش هتقعد تبص الخمسه سبيكترم اول ذا تايم، فانت ممكن ايه؟ تبص هنا وتلاقي الداتا متجمعه. المرحله الرابعه او الثالثه ان انت تاخد الداتا دي تبقى لها مينينج،
يعني ايه تقول مثلا والله دي سي اتش 3 كان بس اتش 2 كان بس اتش 2 كان بقى او والاو دي كان بقى كذا، تبدا ايه تجيب الفراجمنتس الاول ثم تجمع الفراجمنتس بعد كده، اللي هيديك الفراجمنتس الاتش اس كيو سي والكوزي، اللي هيجمع لك الفراجمنتس هو الاتش ام بي سي وهكذا. التدريب دي المرحله الرابعه، يبقى المرحله الرابعه انك تتدرب على اكزامبلز 1 2 3. في اكزامبلز موجوده قديمه على فلاسكا يوتيوب، انا شارحها قبل كده، وان شاء الله انزل لكم اكزامبل لما يقرب من امتحان او قبل يعني، او ممكن انزل لكم المره الجايه ان شاء الله. اتمنى ان انا الجزء بتاع السبكتروسكوبي يكون اتفهم مبدئيا الكونسبتس وازاي اطلع الداتا انك تتدرب. الجزء ده هيبقى مضمون ان شاء الله في اخر السنه، هيشكل لك جزء كبير من درجتك سواء في العملي او اعمال او عمل او اخر السنه. فبالتالي محتاج تدريب او اتنين، وان شاء الله كلكم تبقوا ايه كويس. ما تقلقش من الامتحان، ما تقلقش من المده اللي باقيه، كل ده ان شاء الله نعدي مع بعض، وتاخد اعلى تقدير ليك قبل ما تسيب الكليه ان شاء الله. وعلى الاقل تبقى راضي عن الكورس الالكتيف اللي انت اخدته. مش عايز قلق خالص، كل ما اللي انا عايزه اسمع الفيديو، والفيديو اللي بعده اللي هو التدريب اللي بتاع السنه اللي فاتت هبعتهم لكم الاثنين، ونزل لكم مساله كده تتدربوا عليها، ممكن على هيئه كويس لو انتوا عايزين براحتكم مش مشكله. اتمنى ان شاء الله كلكم تبقوا سيف، محدش يكون متاثر من كورونا او فقد عزيز لديه. كل ما اتمنى ان انتوا برضو تعيدوا عيد جميل ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يعيد الان بخير على كل الناس، سواء مسلمين او مسيحيين او في اي مكان ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون اديت كورس مفيد او على الاقل نشط ذهنك. السلام عليكم ورحمه الله. ولو عايزين اي حاجه ابعت لي على الجروب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.